بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية في سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية في محطة الرمل بعد تفقده لمشروع تطوير شارع النبي دانيال، وذلك ضمن الزيارة لمحافظة الإسكندرية لمتابعة عدد من المشروعات الحيوية. خلال الجولة حرص رئيس الوزراء على إجراء حديث ودي مع عدد من البائعين وأصحاب المحل والتأكد من أن المنتجات الزراعية تصل عبر هذه السوق من المزارع إلى المستهلك مباشرة. اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على الأسعار وجودة المنتجات، حيث أكد البائعون أنهم يعرضون منتجات المزارع سواء الزراعية أو منتجات المناحل بجودة مميزة للمستهلك. وأشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها.